أحييكم من جديد مشاهدينا، ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم. نبدأ تجولنا القصير مشاهدينا بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة الخليج التي نطالع منها: لقاحات الأطفال تثير الجدل في إيطاليا. جاء في تفاصيل الخبر: قبل أيام من بدء الموسم الدراسي الجديد تثير مسألة اللقاحات الإلزامية في المدارس الجدل في إيطاليا، مع اعتراض مناطق وعائلات على هذا الأمر. وثار الجدل بعد مرسوم أقرته الحكومة في نهاية شهر مايو أيار الماضي يجعل اللقاحات ضد 10 أمراض بينها الحصبة وشلل الأطفال شرطا إلزاميا لتسجيل الأطفال في المدارس أو دور الحضانة. في الصحة نقرأ مشاهدين من صحيفة اليوم السابع المصرية: نقص العناصر الغذائية بفترة الحمل قد يكون سببا لإصابة الطفل بالفصام. كشفت مجموعة من الباحثين كشفوا في معهد علوم المخ في طوكيو أن نقص بعض العناصر الغذائية خلال الشهور الأولى من مدة الحمل يؤدي إلى تغييرات في الجينات، ما يسبب مرض الفصام. ويعد هذا المرض نوعا من الاضطرابات الحادة على المدى الطويل التي يمكن أن تعطل آليات التفكير والعواطف والسلوك، ولا يوجد حاليا علاج له. وأيضا في الصحة مشاهدين من صحيفة القبس الكويتية: تحاليل للكوليسترول لا تتطلب صوم المريض. قالت شركة طبية إنها ستبدأ استخدام طريقة جديدة أكثر دقة لحساب مستويات الكوليسترول المنخفض الكثافة لا تتطلب الصوم قبل سحب عينة الدم، وهو تطور يرجح أن يسعد المرضى الذين كانوا يضطرون من قبل إلى الصوم لما يصل إلى 12 ساعة قبل التحليل. صحيفة النهار اللبنانية مشاهدين عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم: مسبار يدوي صغير بحجم قلم يرصد الخلايا السرطانية. خلال 10 ثوان طور علماء مسبارا يدويا صغيرا بحجم قلم قادر على رصد خلايا سرطانية في أنسجة خلايا خلال 10 ثوان. وتسمح هذه الأداة باستخراج جزيئات مياه موجودة في الخلايا من خلال استخراج كمية ضئيلة للغاية تبلغ نحو 20% من حجم قطرة ماء.